ينقل أن نبيا من الأنبياء صلوات الله عليهم هذا دعا قومه إلى الله ما قبل منه قومه. أغلب الأنبياء ما كان يقبل منهم قومهم دعوتهم، بل كل الأنبياء لعله كانوا كذلك ما كانوا يقبلون منهم، طاردوا هذا النبي فشرد هرب هذا النبي، فأخذوا يركضون وراءه والنبي يركض، ذهب وذهب وذهب إلى أن وصل إلى شجرة، أشار النبي إلى هذه الشجرة فانفلقت نصفين بقدرة الله، دخل النبي في وسط هذه الشجرة فأطبقت عليه الشجرة، جاء هؤلاء القوم ووقفوا متحيرين لا يعلمون ماذا يفعلون. جاء إليهم الشيطان وقال لهم الحل بسيط، خذوا منشار وانشروا هذه الشجرة من فوقها حتى تصلوا إلى هذا الرجل وتنشروه بهذا المنشار. أخذوا منشارا وبدأوا من أعلى الشجرة، أخذوا ينشرون الشجرة إلى أن وصلوا إلى رأس هذا النبي، وبدأ المنشار ينشر رأس هذا النبي. إحنا في الواقع لا نتحمل إبرة، إبرة من نتحمل، كلمة من نتحمل، عندما نأتي إلى البيت نسمع كلمة واحدة لا نتحمل. ولكن لاحظوا هذه القدرة، أخذ المنشار يتحرك ويفري رأس النبي، ذلك النبي نبي تلك الأمة لعله كانوا من اليهود، والنبي لا يقول كلمة، مو أنه لا يصرخ، مو أنه لا يستغيث، حتى آخ لا يقول. لاحظوا هذه القدرة إلى أن نشروه. ينقل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى هذا النبي لو قلت آخ لأسقطتك من ديوان الأنبياء. من أجل الله وفي سبيل الله، لاحظوا هذه القدرة، ينشر بالمنشار ولا يتفوه بكلمة آخ.